ضمن الاخبار كمان المهمه وفيما يتعلق بفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي، واللي هيسافر ان شاء الله يوم 11 من الشهر الجاري لغينيا الاستوائيه عشان يواجه فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في دور 32 في الاياب بالتحديد ان شاء الله يوم 14. مباراه هتكون مهمه جدا، فبالتالي الفريق هيتحرك يوم 11. لكن اللي هيرأس هذه البعثه الاستاذ طارق قنديل رئيس بعثه الاهلي في غينيا. الاستاذ طارق قنديل طبعا احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وده من خلال تكليف لمجلس او من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، واللي كلف طارق قنديل عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه فريق الكره في غينيا الاستوائيه لخوض مباراة كانو سبورت وبطولة افريقيا المحدد ليها يوم 14. ان شاء الله تكون رحلة موفقة ويقدر النادي الاهلي ان هو يعود من هناك بنتيجة مريحة قبل مباراة الاياب. هي مباراة غاية في الاهمية في الحقيقة، لان النادي الاهلي بجهاز فني جديد مستر رينيه فايلر. البداية دايما هتكون مهمة ليه ان شاء الله باذن الله يكون موفق في هذه البداية. سلام بقى لو البداية دي تبقى بايه؟ بانتصار هناك كده تكسب بره، بقى لنا كتير ما بنكسبش في افريقيا بره ارضنا بره ملعبنا. لو البدايه كانت بفوز ايا كان بقى المنافس ضعيف قوي مش مشكله خالص، المهم انك تكسب. لو كسبت هناك هتبقى حاجه كويسه قوي، ولو حققت نتيجه ايجابيه حتى لو تعادلت برده كبدايه مش وحشه طبعا. لكن ان شاء الله نتمنى الفوز للنادي الاهلي في هذه المباراه ويحقق نتيجه مريحه قبل مباراه الاياب في مصر ان شاء الله.